جرح عميق طال كل أطفال غزة المحاصرة. أوضاعهم المأساوية تزداد سوءا يوما بعد يوم بفعل الحصار الذي جسد كل أشكال المعاناة. صغار شاء الله أن يحرموا من نعمة الأبوة، فكانت أوضاعهم أسوأ من غيرهم، وكبار اصطفاهم الله ليحتضنوا هؤلاء المحرومين ويفيضوا عليهم حنانا ويغتنموا فيهم الأجر. مؤسسة العون الإسلامي الأسترالي تستأنف مشوار كفالات الأيتام في قطاع غزة، وتخصص مشروعا آخر يكفل العشرات من الأطفال ويعيد البسمة لشفاههم المرتعشة ويمسح بحنان على رؤوسهم ليطمئنهم ويعوضهم بعضا مما فقدوه. فقامت المؤسسة بتوزيع السلات الغذائية المكونة من السكر والأرز والحليب والمعلبات والأجبان وغيرها، بالإضافة إلى الحقائب الطبية والمنظفات الصحية الشخصية. والعديد من خزانات المياه الصحية لبعض الأيتام الذين يعانوا من مشكلة المياه في مساكنهم. مؤسسة العون الإسلامي الأسترالي اهتمت أيضا بالأيتام المعاقين ذوي الحالات الخاصة، فوزعت عليهم الأدوات المناسبة لإعاقاتهم كل حسب احتياجه.
انا مؤسستكم كتير ودايما برحب فيكم انكم فاجئتوا يعني بنت الايتام، وان شاء الله دايما بتكونوا دايما على رؤوسهم وتوفي لهم طلباتهم يا رب. ما زالت غزة تظفر بالأيتام والأرامل والفقراء الذين ينتظرون وصول مؤسسة العون الإسلامي الأسترالي لهم لتخفف من مآسيهم وتساعدهم وترفع عن كاهلهم عبء الحياة القاسية التي يعيشونها.